القوات البحرية المصرية تاريخ طويل ومشرف عبر مئات السنوات، فمنذ عهد الفراعنة مرورا بإنشاء ترسانة بولاق الحربية إبان عهد محمد علي باشا، حيث شيدت السفن الحربية بأياد مصرية، وحتى الآن والبحرية المصرية تسجل أسمى آيات الشرف والانتصار في كل المعارك التي خاضتها مصر. تفوق وكفاءة أثبتها رجال البحرية أكثر من مرة، ولعل أبرزها تدمير سفينتي الإنزال البحريتين الإسرائيليتين بيت يم وبيت شيفع في أعقاب نكسة عام 1967، إضافة لتدمير الحفار كيتينج الإسرائيلي في ميناء أبيت جان بساحل العاج، وحتى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر عام 1967، وهو اليوم الذي اتخذته القوات البحرية عيدا لها. وفي حرب أكتوبر عام 1973 كان للقوات البحرية دورها الحاسم والمشهود في تأمين مسرح العمليات البحري وإغلاق مضيق باب المندب وحرمان العدو الإسرائيلي من أي إمداد بحري. ورغم ثقل مهمتها في تأمين سواحل مصر الممتدة شمالا وشرقا، لكن القوات البحرية تحرص دائما على تطوير أسلحتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ومنظومات القتال، وشمل التطوير إدخال العديد من الفرقاطات، كان أبرزها الفرقاطة تحيا مصر من طراز فريم، وعددا من لنشات الصواريخ المتطورة والغواصات الألمانية الحديثة، وكذا حاملتي المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات من طراز ميسترال، فضلا عن تطوير وتحديث ترسانة القوات البحرية ومصانعها وإنشاء وحدات قتالية جديدة. كما تحرص البحرية المصرية على التدريبات المشتركة مع مختلف جيوش العالم والوطن العربي. ولعل من أبرز المهام التي نجحت فيها القوات البحرية حديثا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات وعمليات إنقاذ السفن والطائرات، فضلا عن مشاركتها البارزة في عملية حق الشهيد لمواجهة الإرهاب، وهو الذي يجعل منها حصنا منيعا ودرعا بحريا يحمي أرض الكنانة. طارق أحمد، هنا العاصمة.